مساكم الله بالخير، حي الله جليل. يا مصيف يا مصيف وافقك، يا مصيف وافقك، يا من جاب من انتظر يا جليل، ماذا بك يا فهد؟ يا مرحبا. هل تريد ان تكسر الباب علينا؟ يا بصير وش ياك؟ لا تتحدث كثيرا، خطف يركض، الوقت بدا ينفذ، لا تتكلم. ربع الكلام استاذ والمتابعين مستاذ، وش رايك نزيد مسابقه بعدنا يومين؟ ماذا تقول؟ هل انت مجنون يا فهد؟ انا اتحدث اللغه العربيه ولكنه جليل لا يستطيع أن يتحدث كثيراً، وأخاف من المبدل وأبا راشد يضيعون علي المسابقة. يا فهد متى تعلن عن النتائج؟ كيف الحال؟ لا تتحدث كثيراً يا جليل. كيف الأمور؟ كيف الدراجة؟ الفوش كيف، فول ولا ما فول؟ أمك شحالة؟ أمك حيلة مريضة؟ إيد طعام عين إعلان النتائج في مزرعة المدبل. لماذا؟ ملتقى هناك. لماذا يا فهد؟ ملتقى هناك. لماذا يا فهد؟ هيا 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 يا جليل، انهض وتقدم وعمل بجد. الله أبو علي، يا مرحبا يا مرحبا. اصبر زي بدخل، اصبر. اصبر بدخل يا ابو. وش؟ بدخل. وين دخلت يا ابن المدر ضاربونا حلالنا؟ تم خاري يا ابو، وقف خاري. وقف ما تر خاري. كل شيء بنفاتن، كل شيء بنفاتن. انا ابو. سير سير يا ابو، سير. توبي يلحق، توبي يلحق. اصبر اصبر، بقى يسليك، بقى يسليك. تعال 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 تعال، تقدم تقدم. تعال 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 تعال، بعيد 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 بعيد، مره مره. روح 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 روح. خل الموتر خاري، خلوه تعام شيء، بس خل الموتر خاري، لا دخلها ما قراج. والله العظيم الا سك الفريه، الا لا تدخل موترك. ها سكيني. تعال. تاخرت ابو علي. لا لا ما تاخرت مره، على الوقت جاي. ولوش جاي؟ بابا على النتائج. وش تعلن؟ ما ذاك شاطر راح، هذا مال شعر المليون. تعلن النتائج هنا. ما في نتائج، ما بحد دخل المدرسه. تم سوي مسابقه والشباب خبرنا. ما الشباب وينهم؟ هنا قدام. متقدمين؟ متقدمين نعم. بمر من اللي يدخلون المزرعه وانا ما حد؟ يا ربي يا فهد، فهد يا مسابقة يا تحدي يا وش تقلب هالمزرعة دي؟ ها نعم هاكم هاكم ياسين. مرحبا، حي الله ابو سيف. تفضلوا يا فهد. ايه تفضلوا تفضلوا. بسألك بسألك بمر من انت تدخل المزرعة انت وهذه؟ بمر من تدخل وانا محد؟ بايتين هنا وش؟ نحن نحن ولا ما نحن؟ ولو كيف تدخل مزرعتي؟ لا نعتبر هذه المزرعة مزرعتك بوحدك. ليه؟ مزرعتنا ومزرعتك. ايه اخوان ليكم النص فيها. والله وش جايبنكم؟ تبي طعام؟ وش تبي طعام؟ تعس وتبي. يا الله لا تتحدث كثيرا يا جليل، الوقت بدا ينفذ. لو تنفذ انت كان احسن، ما الوقت تنفذ انت وهذا خالي كان زين. لن ننفذ بعد ما تعطونا الاتفاقيه بيننا وبينكم. انا حسن لا ما يا فهد كم باقي على الوقت؟ شباب خبرتهم اني بعلن النتائج عندك في المزرعه. شاورتني؟ ما شاورتك. شاورتني ولا وكاله بلا بواب؟ وانتم شاورتوني يوم جيتوا دخلتوني. يا فهد الوقت مثل السيف، ان لم تقطعه قطعك. سيفي قطعك، يقطع عليك راسك انت وياه هذا خارج.
خاري ماشي على النتائج هنا طول. انا في ما في من البارح عليكم يوم مارم تصابيكم يلا. لماذا بس لماذا انت هكذا يا المبدل؟ لا تحب لي الخير. انا اتكلم من امس الى الان اللغه العربيه. هذه لغه عربيه؟ من قاس عليك؟ من قال لك هاي اللغه العربيه دي؟ ويحك يا فتى تخاطبني بهذه اللهجه. اشوف فهد لماذا العسو؟ عد التنازل الى اعلان النتيجه. قبل ما اعلن النتيجه ابى اسمع الله حي بالعربان قربوا بصوتك وبصوت جليل بالعربيه الفصحى. يا فهد اترك جليل في حاله، انا اتكلم وجليل يرد علي. الله حيا بالعربان يا قربوا. يا مقاس عليكم قال لكم هاي لغه عربيه فصحى. يلا يلا اغربوا من هالمزرعه. يلا يلا قولوا من قاس عليكم قال لكم هاي اللغه العربيه هذا ليست انت حكم بيننا ومن من حكمها؟ الحكم فهد يتكلم بما يرضي الله. الان بعد النتيجه لا تعلن شيء. تو هاي لغه عربيه اغربوا. هاي لغه عربيه؟ انه يتحدث ويتعلم من عندي انا اللغه العربيه. بس عيل يوم اللي من عندي اعلن يا فهد. الاتفاق كان يومين ما يتخابروا الا عربيه فصحى، والجماعه يومين ما تخابروا الا العربيه الفصحى. امس في الليل تعنيت عندهم عربان ياسين هم ما يتخابروا الا العربيه الفصحى. انا سمعت له هاي ما لغه عربيه فصحى. هذا هداموك. انك حاسد لي يا ايها المبدل. انا اتكلم من الامس. الله حيا بالعربان يا قلبوا. كان في حاله انهم تكلموا يومين عربيه فصحى 300 ريال لهم من عندي. زين الله يبارك ليهم. وانا اقول مبروك. هذا مين يمسكها؟ فهد لا تعطاهم قدامي. فهد هذا محانك ذي تلعبهم خاري. وهذا 200. انت مجنون. وهذه 300. بيض الله تويهك يا فهد. انزين بس وتاخذ راحتك في الربته. سير خالد وانت يقول حقك كم تباين؟ طارق طبل واشتاك اللي متخابر. يستاهل وخلهم تو انت. لكن انا بقول لك شيء. قدامي فهد قدامي لا تعطاهم. هذا محانق سموه. ما محانق. لا محانق. كيف كل مره هم يفوزوا واحنا ما نفوز؟ كيف انا امس ودرت شغلي ما اشتغل؟ من مسؤول عنه؟ مرحبا مرحبتين وصل ذي. بس اختار بالسالفه. وين فلوسي؟ فلوس مال ويش؟ ما اعطونا شيء. ويش مال الخيبه؟ كيف مال الخيبه؟ اكود قسمون الفلوسه من برا 50 ابوي قسمون الفلوسه. عودت قسمون ما عيب. كيف من فاي؟ اكم هو فاي. كيف بقيه؟ في بالها ما في كلام. وهذا غرمشة وهذا الطير هاي 50 بس صدق. لا ما 50. انت خلك ما تبعتك المرة كل شهر بعطيك 50. ابوي سلمت على النبي. اللهم صل على محمد. من ليك 150 لي انا 150. ليش؟ ليش وش ليش بعد؟ هاي زرابة هاي اركض هاي ما في كلام طول. انت ابوي لما متكلم انت وعطوك 50 بس صدق صدق. وش مسوي انت؟ انت شهر كامل كيس ب 50 شهر. ما له شيء. اسمع اسمع اقول لك صدق. يا ابوي انا وربيعه لكم التامين. انت تروح قداميهم. ما مني انا. بس خلاص هم روحك كذا. كل شهر بعطيك 50. كل شهر. انت ما حصلنا شيء. يا ابوي ما فزنا. ابوي تو بدك مبلغ كاش موجود كاش. بعطيك كل شهر 50. اسمع لا ما في. لا ما في. يعني غيب يغيب عنه. ما في غيب. شيء عندي بوك. بيضمن ليه يا بوك شيء بوك. ايه بيضمن ليك عن غيب. انضمن ليه. لا تعال تخبر حد. لا ما في خبر. بس لا تطلع حد. ليك باقي 100. 100 مال وش؟ هو 150 ولا 150 ولا 150؟ من الارباب انا ولا انت؟ هو ارباب هذه تفكيها بينا بينك. انت بعرف ليه طقت لي؟ انا اتخبر كثر عنك انت. قلت لي لما بدي الهجره لا تطلع ولا خبر. انت ما تتكلم انا اتكلم. اختلف العلمه. ايش حالك؟ خارج برا. ما خارج. قلت تعال. وانت وش جمولك صبيت لنا عين؟ وانت اللي مش واقف وراي ما توني محرش. انت خلي محرق ما محرق. عطله داس ماشي داس فهد انصاف نبي نصف. بعد ما اعطاني 300 ريال بعد حشش علي. الهوش من وش ياكل؟ هي خلينا الملح انت وياهن يلا. سير برا. احنا واصلين يا ابوي ما ناسنك. فهد انت اصبر انت ما ناسنك. بسويك مسابقه بس متى بسوالف؟ مده نص ساعه توها. مسابقه وش؟ ما تتخابر اللبناني لمده نص ساعه. لبناني ما انا قاعد غير لبناني عاد انا ابوي هويه لبناني. مده نص ساعه ما تتخابر لبناني. فهد الله يهديك تو مره الرمسه صعبه دي. وين انا وهويه لبناني؟ شوف لي سوداني شوف لي شيء برمس. اما لبناني ما نقت لي غير لبناني انا ما اعرف. ما اجي صعب بس نص ساعه. كم بتعطى؟ كم؟ 50 ريال. كم؟ 50 ريال. 50 ريال؟
كو هذا مضروب 300 وش هذه؟ هذا نفرين. انت وش كي هي ويو... حد زياده؟ ويومين يومين. وانا شو نسيتونا؟ انت باكر باكر باكر. اسمع لي يا ابو عشر. على كيفك باكر. لا حول. ابو عشر. ابوي باكر انت. وش باكر؟ كم جراك باللبناني؟ عطني لغة. كل تأخيرة. كل تأخيرة. كل تأخيرة فيها. لا 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 ما تأخير أنا الحين عطني لغة. يا أبوي شاعتك داخل ما في المدرسة إحنا نعطيك لغة سير أبوي بيتكم لغة. روح بيتكم. أنت تبشينا وحدك بس. يا ربي بارحة دخلت وضيعت علينا واليوم بيأينا بعدك. زين. آه لبنان. يقبرني هالتم. ها؟ يقبرني كي مهذوم يهبشني هالويش. مظلوم. ودمن. ودس تودس. ها؟ يقبرني هالتم يهبشني هالوش من هاوش انه يا اخوي ما صاين حلو نحط انت توش هاي اللعبه هاي عندك يا ابوي اعطيني داس بس يدهش الداس وين؟ ها؟ شو بدك يا بنتين؟ يبقى حشيش يا ابوي حش تقبرني حش حش تقبرني شو بدي قال شو ما اعرف زي اعطاني داش يعبرني هالتم لا تيجي تسوالي انا دي السوالف لا تستجبرني وما تجبرني انا ما مال هالسوالف ما اكلمك ما مال هالسوالف انا انت لا تعرف تتخابر ولا غيره روح روح تمشى في الجنينة روح انت اصطلب لا تسوالي انا جنينة ما جنينة اصطلب روح يا ابن الديعة روح يا ابن الديعة من ابن الضيعة من تسب انت من تسب ما سب يا ابو من تسب من ابن الضيعة الضيعة من الضيعة من سبني ما يسبك ما يسبك لا تجيش تسبني انا يوم تبي تفوز مسابقاتك لا حسابي انا تجيش تسبني انا بس زي خلاص برطة دبل اتاك ما ضبط هاللهجة اللبنانية فوزني تقبر قلبي ما... يقبرني هالأنف يقبرني هالعوينات فوزني تقبر قلبي أبا أفوزك كمان بمون عليك ما ضبط هاللهجة ولا ودي أفوزك يسلمني هالتم ما ضبطها يا ابوي ظهر خارب هارب صعبة هاللغة ذي والله نقيت لي هاللغة ذي أنا وش دراني بلبنان شوي هوي لبناني